السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في الله. إن شاء الله النهاردة هنعمل تورتة الشوكولاتة، وهنشوف مع بعض الريسبي بتاع الفادج كيك والجناش. خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تاني بحاجة جديدة إن شاء الله في فيديوهاتنا، وهنعمل معاكم النهاردة تورتاية الشوكولاتة، وهنشوف مع بعض هنعملها إزاي. هنبدأ مع بعض بالحاجات الموجودة معانا. معايا الفادج كيك، احنا عملناه قبل كده مع بعض، واللي ما شافوش في فيديو ليه خاص بيه يقدر يرجع له ويتابعه. معانا فادج كيك فورمه، ومعايا كريمه انا ملونها بشوكولاته او ممكن الونها بجناش عادي، مفيش مشكله خالص، واللون بتاعها حسب ما انت عايز. انت كريمه بيضة، زود شوكولاته او جناش انت هتلون بيه براحتك حسب اللون بتاع الشوكولاته اللي انت عايزه. ومعايا مكسرات للحشو، وطبعا لما نحشي التورتايه هنحتاج لحاجه نفنشها بيها من فوق الجلاس بتاعي او الجناش. فانا معايا الجناش، هعمل الجناش معايا. هنبدا بالجناش، هنعمله ازاي؟ هنحط الكريمه اللبانيه على النار تغلي معايا. بعد ما تغلي اشيلها من على النار وانزل بالشوكولاته عليها واقلبهم مع بعض، هيدوبوا مع بعض خالص. ابدا انزل بسنه عسل جلوكوز صغيره جدا اللي هي تدي معايا بس لمعه للحاجه، ومش اكتر. اللي مش عايز يعمل بكريمه لبانيه ممكن يعمل بلبن، بس هيخف النسبه ل 100 جرام بدل 150 جرام عشان القوام بتاع الكريمه اللبانيه اتقل من اللبن. وزي ما قلنا ممكن نبدل الكريمه باللبن، واقل تقدير يعني لو ما فيش حتى لبن ممكن نعمله بميه عادي، ما فيش مشكله خالص، سهل. هيبقى معايا الشوكولاته، هسخن الميه وانزل عليها بالشوكولاته بتاعتي. بس الشوكولاته زي ما قلنا هنخف الكميه بتاعتها تبقى حوالي 100 جرام. فالوقت احنا هنبدا بالجناش، هنبدا نحط اللبن بتاعي زي ما قلت، وانا هعمله عشان الفيديو بس ما يطولش عليكم. هحط الكريمه بتاعتي في اسخنها، وبعد ما اسخنها هنزل عليها بالشوكولاته وهوريكم ان شاء الله بعد ايه ما اخلص. وهنبدا مع بعض وهو بيتعمل، هبدا افتح الفادج ونحشي مع بعض، وهنشوف ان شاء الله خطوه خطوه مع بعض احنا هنعملها ازاي. وان شاء الله هنبدا نشيل الفرن بتاعتي من الفادج. الفادج بتاعي اهو، ومعايا قاعده للتورتايه، انا هعملها حجمها صغير عشان تبقى سهله في التحضير وما تاخدش وقت معانا وتبقى سهله بالنسبه لنا. هبدا افتح الفادج، هشيل الوش ده كده. طبعا الفادج ده ما ينفعش يترمي، يعني الوش اللي بيتشال ده ما ينفعش يترمي، ممكن تعمل بيه شوكليت بول، ممكن تعمل بيه اي حاجه عشان هو جميل جدا وتستو عالي جدا. هبدا افتح ثلاث رئات، انا ممكن اعملها اربعه بس هي ثلاثه كده كويس، يبقى الرق بتاعي ماسك نفسه. بحطه على جنب، الرق التاني. اللي مش هيعرف يفتح الفادج بالتساوي كده، في زي منشار بيتباع للكيك ممكن تجيبه وتفتح بيه عادي كده. معايا الرق ده جاهز تحتيه القاعده، ومعايا رقين تاني. هبدا اشتغل في الرق الاولاني وحشي. بص، المره اللي فاتت في الاسبونج احنا حطينا سيرب، بس الفادج ما بيحتاجش حاجه زي كده. الفادج اصلا بالريسبي اللي انا عامله ده ريسبي جميل جدا، والكيكه بتاعته طريه معايا وجميله جدا. هبدا احشي مع كده مع بعض. طبعا الكريمه احط كميه مناسبه زي ما احنا قلنا، وبالراحه كده نفرم مع بعض. ممكن بقى بمعلقه، بسباتول، اللي انت عايزه، بطرنش، اللي انت عايزه، ممكن بسكينه، اللي موجود هتقدر تحشي بيه. هبدا افرك كده واحده واحده. انا بحاول اعمل الطريقه اللي هتنفع مع الكل وهتبقى سهله معاه. الحاجة بتاعتنا الحمد لله كلها سهلة وبسيطة، يعني أي حد يقدر يعملها سواء في الشغل أو في البيت. أنا عملت رق كريمة فردتها فوق الفادج بتاعي. عندي مكسرات، أبدأ أوزع كده براحتي الكمية اللي أنا عايزها والموجودة. مفيش مكسرات يعني، بص أنا بحب أحط مثلا بندق، عنده عين جمل، حط، عايز تحط
سوداني محمد حب مفيش مشكله خالص، بس ما يكونش مملح بسيط جدا. ادخله في الكريمه عشان اضمن الرق اللي بعديه هيبقى سهل ومتماسك فيه كويس. هبدا اجيب الرق الثاني بتاعي وانفذ فيه نفس الخطوات اللي انا عملتها في الرق الاولاني، اثبته وراها كريمه فردت الكريمه بتاعتي في الرق الثاني على البطن برضو مكسرات. زي ما عملنا في الرق الاولاني برضو كده. فاضل معايا الرق الاخير بكل سهوله، مفيش حاجه صعبه ان شاء الله، وهنثبته كده زي ما انتم شايفين اهي. هبدا ابطصها زي ما عملنا في التورته بتاع الفراوله. هبدا ابطصها من الجناب نفس اللي احنا عملناه في التورته بتاع الفراوله. هنعمله هنا زي ما انتم شايفين احنا بطصناها من جنب من فوق. هنيجي زي ما عملنا في التورتايه بتاع الفراوله برضو، ناخد دي كده لجوه. تبقى متساوية بس معانا عشان لما نيجي نجلسها. زي ما انتم شايفين التورتة بتاعتي بطستها خلاص وهي جاهزة. هحطها بس في الفريزر تشد شوية عقبال ما اعمل الجناش. الجناش ما ينفعش احطه وهو سخن، لازم يبرد وهو بارد معايا. انا كده مجهز شويه من الاول اللي انا هشتغل بيهم، فهحطها في الفريزر تشد شويه عشان الكريمه تمسك نفسها، وهوريكم ان شاء الله واحنا بنجلسها واحنا بنفنشها مع بعض. زي ما انتم شايفين ده الجناش بتاعي بعد ما عملته. حطيت الكريمه على النار غليت غليه صغيره ونزلت عليها بالشوكولاته، فكت معايا خالص، شلتها بقى وحطيت عليها سنة عسل جلوكوز صغيرة وصفيتهم في البولة. هسيبه لحد ما يبرد براحته ويبقى جاهز ان شاء الله معايا على التشغيل. جاهز، هبدا اصب في النص وراء الجناب. ممكن اسيبها وممكن ادي مسحه بالاسباتول بتاعي. بعد ما حطيت التورتيه بتاعتي على القاعده ممكن اجيب اي نوع شوكولاته صغيره واي نوع مكسرات صغيره دروبس. ممكن احط اي نوع مكسرات، مكسره زي ما احنا عارفين عاملين شوكولاته ديكوريشن، هجيبها احطها فوق كده. ومعايا شوكولاته روشيه
شوكولاته الروشيه عادي انت الفينش بتاع براحتك، عايز ترصها في الرصه، عايز ترص رصه ثانيه، عايز تعمل فينش ثاني ده براحتك، دي حاجه ترجع لك. احنا النهارده عملنا التورتايه بالجناش، وان شاء الله هنعملها مره ثانيه بالمروار الشوكليت اللي هو يتعمل بيتعمل بالكاكاو، وان شاء الله هنعمل بلاك فورست برضو الفاتش متحش بكريمه بيضه بدل الشوكليت. زي ما انتم شايفين فينش بسيط، مش عايزين نكتر بس من فوق اي حاجه عشان الشكل ما يتغيرش جامد. وزي ما قلنا الفينش بتاعك حط اي نوع شوكولاته انت عايز تعملها، حط بندق، حط اللي انت عايزه، وان شاء الله تكون عجبكم والطريقه سهله معاكم، وانتظروا معانا ان شاء الله كل جميل وجديد. وما تنسوش متابعتنا والاشتراك في القناه واللايك، وتعملوا لنا شير ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله في الحلقات الجايه، واسيبكم في رعايه الرحمن.